برحمه محاميه نحن اليوم كيف ما كتشوفوا في الدفن ديال الزميل المرحوم الاستاذ النويضي الاستاذ النويضي كيف ما كيعرفوا الجميع فقدناه اليوم فقدته الصحه الحقوقيه وفقدته الصحه القانونيه فقدنا رجل يعني من الرجالات القلائل اللي مازالين باقين ومستمرين وصامدين على المبادئ ديالهم وعلى قناعتهم رجل عرف بدفاعه المستميت على كل المستضعفين عرف بدفاعه المستميت على المعتقلين السياسيين جاب المغرب كامل باش يدافع على المعتقلين ملفات كبرى منها ملف ديال المعتقلين الريف اللي تشرفت نوبة الى جانبه فعل المعتقلين يعني كان رجل اللي للاسف فقداته الساحه الحقوقيه وفقدوا هيئات المحامين بالمغرب يعني كانت عنده واحد الدور كبير على مستوى المجتمع المدني كان من المؤسسين ديال الجمعيات الجمعيه ديال العداله كذلك مناضل في صفحة في الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان ترونسبارونسي اضافه الى بحوثه واعماله اضافه الى ملفات عديده اللي ساهم فيها بشكل كبير الدفاع على حقوق الانسان والنهوض بحقوق الانسان، اذا اليوم فقدت الساحه المغربيه سواء كدفاع سواء كمناضل حقوقي فقدت رجل يعني قل نظيره ويصعب ان يجود الزمن بمثله. وعلى فاش كت فاش كنوصلوا لهذا هذا هو الحد ديال الدنيا هنا كتسالى الفهامة و فاش كان نوصلوا للنهايه ديال نهايه الفهامة كاين كلمه واحده ان لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويسع عليه الله يصبر عائلته الله يصبر حبابه انه فرق صعيب فقدنا رجل بمعنى الكلمة فعلا رجل ديال المواقف ما كنش كيتخلى على اصدقائه بشهادة الجامع رجل طيب قلب أبيض وقفت عليه كتلقاه نطلبوا له الرحمه الله يرحمه الله يوسع عليه ولا يصبر وليداته وعائلته بسم الله الرحمن الرحيم نحضر اليوم في جنازه مهيبه لرجل له مكانته العلميه والمهنيه في مهنه المحاماه كان هرم من اهرام مهنه المحاماه كان عالم من اعلام السياسه يدافع عن الديمقراطيه كان مدافع عن حقوق انسان صلب نشكره على كل الجهود التي بدلها ونحسبها إن شاء الله تعالى في ميزان حسناته يوم اللقاء هو هذا اليوم الذي حضر العديد من الحقوقيين والسياسيين والزملاء في المهنة ليلقون عليه النظرة الأخيرة وليتم دفنه في هذه المقبرة نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يرزق أهله الصبر والسلوان وان يجعله من اهله وخاصته والحمد لله رب العالمين